بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا صلي وسلم أنعم وأكرم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله مستمعين الأكارم أينما كنتم، كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم للجميع. وباسمكم ننقل هذه التحية لفضيلة المربي العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم شيخنا وكل عام وأنتم بخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير. الله يحفظكم وبلادكم بخير. الله يكرمكم وأنتم كذلك شيخنا الحبيب. مستمعين الأكارم، هذا البرنامج يأتيكم بحوله تعالى كل يوم خميس من الثالثة وحتى الرابعة، ويعاد لذات الليلة في العاشر مساء واليوم التالي الجمعة في الخامسة، وتتابعوننا مباشرة بالصوت والصورة على صفحة إذاعة حياة على الفيسبوك. حقوق العباد المادية والمعنوية هو عنواننا لهذا اليوم. نبدأ حلقتنا بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون درهم ولا دينار. شيخنا الحبيب أهلا وسهلا بفضيلتكم، نريد أن نتحدث عن حقوق العباد في ميزان الشريعة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أمين. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أمين. مقولتان خطيرتان في هذا اللقاء الطيب: حقوق العباد مبنية على المشاححة، وحقوق الله مبنية على المسامحة. أول حقيقة. أما الحقيقة الثانية، هناك ذنب يغفر ما كان بينك وبين الله، وذنب لا يترك ما كان بينك وبين العباد، وذنب لا يغفر أصلا هو الشرك بالله. نعم. هذول أربع مقولتان خطيرتان يلقيان ضوءا كاشفا على هذا اللقاء الطيب. الله يفتح لك. فالإنسان مذنب لكن يتوب، باب التوبة مفتوح، والله يحب أن يتوب عليكم، إن الله يحب التوابين. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالتوبة باب إلى الله، حبل النجاة التوبة. نعم. فالتوبة هي أجمل شيء في هذا الدين. لو ما في توبة في يأس. نعم. واليأس والقنوط والتشاؤم والسوداوية تقترب من الكفر. نعم. ورحمة الله واسعة، الله يفتح لك، والله عز وجل رحمة الله تتسع كل الذنوب. نعم. وسعت رحمتي كل شيء، وأنت أيها الإنسان شيء. الله يفتح لك. نعم. إذن شيخنا، الأصل في المسألة أن حقوق الناس في رقبتي كإنسان إما أن يسامحوني أو أن أؤديها، لكن غير ذلك لا ينفع. أبدا أبدا، حقوق العباد مبنية على المشاححة. نعم. كلمة دقيقة جدا. صحابي جليل خاض مع الرسول الكريم كل الغزوات صلى الله عليه وسلم، توفي، دعي ليصلي عليه، قال: أعليه دين؟ قال: نعم. قال: صلوا على صاحبكم صلى الله عليه وسلم. حديث واضح جامع مانع قاطع. فواحد من إخوانه الكرام قال له: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه. سأله في اليوم الثاني: أأديت الدين؟ قال: لا. سأله في اليوم الثالث: أأديت الدين؟ قال: لا. سأله في اليوم الرابع: أأديت الدين؟ قال: نعم. قال: الآن ابترد جلده. هذا من؟ صحابي جليل. حقوق العباد مبنية على المشاححة. الله يفتح لكم. وحقوق الله مبنية على المسامحة. طيب، هل هذا الكلام شيخنا ينطبق على الحقوق المادية والمعنوية أم فقط على الحقوق المادية؟ على كليهما. نعم. بجلسة فيها 30 شخص اغتبته بشيء منه بريء، لا يغفر لك هذا الذنب إلا إذا جمعت هؤلاء وأبلغتهم
أنني كنت خاطئ في هذه التهمة. نعم. أما يعتذر منه؟ لا. أين تكلم هذا الكلام؟ في مجموع. فإذا اعتذر منه شخصيا لا يقبل هذا العذر. نعم. أنت شوهت سمعته أمام 30 شخص، يجب أن تجمعهم أو أن تنتظر لقاء ثاني دوري قد يكون. نعم. تبلغهم أنني كنت مخطئ، ورجل إنسان نظيف وشريف. نعم. لو ما استطاع هذا التبرير. نعم. شيخنا الكريم، لو ما استطاع الإنسان أن يعود لهذا الجمع من جديد، لو اتصل بهم فرادى قال لهم أنا باليوم ممكن. الفلاني ذكرت فلان بسوء وأنا أبرئ ذمتي وأذكره بخير. بارك الله بك على هذا الاقتراح. نعم. ممكن جدا، اتصال هاتفي واحد واحد. نعم. طيب سيدنا الكريم، هل هذا يعني أنني مضطر أن أذكر هذا الإنسان بخير فقط، أم أيضا ضروري أن أستسمحه؟ يعني لو لم أتحدث إليه، ذكرته بين 10 من الأشخاص بسوء، ثم أعدت وصوبت فعلتي وذكرته بخير أمام 10، وهو لا يدري أنني أسأت إليه ولا يدري أنني أعدت مدحه، هل هذا يكفي؟ حققت الهدف وانتهى الأمر في مكان شوهت سمعته، المكان نفسه غيرت هذه التهمة، هو ما عنده علم. نعم. لا، ما في داعي تبلغه كمان، لأنه قضية الإنسان لا يغفر. نعم. في عنا قاعدة، الله عز وجل يسامح، الإنسان لا يغفر. نعم. نعم. الله يفتح لكم شيخنا، هذه نقطة مهمة جدا. فإذا طيب، لا، والبطولة ألا تقول أصلا. نعم. ما لك مضطر. نعم. وإذا ذكرت إنسان بسوء فعلي أن أذكره بخير أمام من ذكر أمامه هذا السوء، وهنا تكفي. عندي حل وسط دقيق. بيكون الطرف ذنب عليه معصية كبيرة وله أثار سلبية جدا. نعم. يعني لو الإنسان فعل كذا لفعل كبيرة بالإسلام، ما في أسماء، أنا بتكلم كل شيء بلا أسماء. نعم. بس مو بلا قرائن واضحة في مكان في زمان في صفات. بدي بعد، أنا أحيانا كان بدي أنصح واحد بالجلسة، بقول حدثني أخ في المغرب، بدء الموضوع لأقصى البلاد. نعم. فعل كذا والعمل غلط، يساوي سألني عنه بالهاتف. نعم. لازم تبعد عنه الشبهة، أنه هذا الستر من صفات الله العظيمة، والمؤمن يتخلق بأخلاق الله. جميل. الله ستير. نعم. وأنت يجب أن تستر. نعم. النقطة الدقيقة، إذا إنسان اعتذر لك الموضوع يلغى نهائيا، مو والله فلان اقترف ذنب واعتذر لي، لا لا لا، البطولة أنه الموضوع يطوى، إذا ما طوي مشكلة. نعم. طيب لنقل شيخنا أنني أسأت لحق أحد من الناس ثم قمت بالتصويب هذا الأمر، لكنه لم يقبل المسامحة ولم يغفر، هل هنا قد أديت ما علي أمام الله أم أن الأمر مربوط بعفوه؟ أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. نعم. فقط. نعم. يعني أضرب لفضيلتكم مثال، لنفترض أن إنسانا أو إنسانة ما شيخنا أساءوا لعرض امرأة ما متزوجة، وهذا أدى إلى خلافات كبيرة بينها وبين أهلها وزوجها، من افترى عليها هذه التهمة قام في المستقبل وصوب وقال أنا افتريت عليها، صحيح أنه رفع التهمة عنها، لكن كيف سيعوضها عن هذه الشهور من الإساءة العائلية؟ أحيانا الهدية تؤكد الاعتذار. أه. قدم هدية ثمينة تنسى في شيء بيغطي شيء. نعم. نعم. إذا كان في شيء يعني مؤلم، أنا بعتذر أمام من تكلمت أمامهم، أقدم لها هدية. نعم. لعلها تسامحني بهذه الهدية. نعم. نعم. طيب. الهدية تذهب بوحل الصدر. جميل. دقيق الكلام، تذهب بوحل الصدر. وتهادوا تحاببوا، صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا الحبيب، هل هذا الإثم حتى يسقط من رقبتي أنا بحاجة لمن أسأت لعرضها أن تعفو هي عني، أم أنني مجرد أن أكون برأت ذمتها هنا قد أسقطت ما علي من آثام؟ والله إذا أبلغتها وعفت عنك أقوى بكثير. أقوى. في درجات. نعم. اللي فعله جيد، أما إذا أبلغتها وأنا أخطأت خطأ كبير بحقك وجمعتهم مرة ثانية أبلغتهم أنك بريئة من هذه التهمة. نعم. تثني عليك. نعم. جميل جميل. إبلاغ أفضل. نعم. جميل. إذن أحيانا الإنسان لا يلتفت شيخنا لمثل هذه الحقوق المعنوية للعباد، يعني يعتبرها شيء يسير من لغو الكلام، لكنه سيحاسب على كل كلمة يلفظها بالسوء عن الآخرين. واحد قال لشخص لقد اغتبتني، قال له ومن أنت حتى أغتابك، لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبي وأمي بأنهما
أولى بحسناتي منك. الله أكبر، الله أكبر. فالذي يغتاب يأخذ حسنات المغتاب. طيب هل شيخنا، ومن أنت حتى أغتابك؟ مين حضرتك؟ لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبي وأمي، لأنهما أولى بحسناتي منك. نعم. طيب شيخنا، هل الإساءة المعنوية للآخرين مرتبطة بسوء القصد، ولا حتى لغو الكلام يؤاخذ الإنسان عليه؟ سيدي الخطأ خطأ، النوايا موضوع تاني. أي مع الله. أنا إذا شخص ضربته وآلمته نيتي أصلحه، لا، النوايا يضبطها الله وحده. هذا ادعاء، هذا ادعاء. إذن أي كلمة أنت محاسب عليها بغض النظر عن النوايا؟ النوايا لا تقلل من قيمة الخطأ ولا تلغي الخطأ. طيب أضرب لفضيلتك مثال، لو أنا أتحدث عن حدا من الناس ولم يعرفوه، قلت لهم فلان وذكرته بصفة سيئة، مثلا أنه الفاشل أو الضعيف أو القصير أو أيا كان، هل أؤاخذ حتى في وصف له للناس؟ شوف يا سيدي، قالت قصيرة عن ضرتها. العداوة بين الضرائر شيء طبيعي من بنية المرأة. قالت قصيرة، ألا يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. الله أكبر. ما قولك؟ هذا كلام النبي سيدي صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى. ومين زوجته؟ زوجته الأولى، ألا يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. نعم. طيب شيخنا كيف نصوب؟ يعني لنفترض أنني ذكرت إنسانا بهذه الصفات السيئة، هل أروح وأصارحه؟ يعني الأمر ليس سهلا حينما يعرف الناس أنني ذكرتهم بسوء، قد يولد المزيد من الخلافات والمشاكل. هون بقى في قاعدة دقيقة جدا قال سيدنا عمر، ليس بخيركم من عرف الخير ولا من عرف الشر، ولكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما. دائما حياتنا الآن ليست بين خير وشر، نعم، بين شرين، فالبطولة أن أختار أهون الشرين. الله يفتح عليكم شيخنا. نعم. نعم. طيب أقترح فكرة على فضيلتكم شيخنا قرأتها، لو أن الإنسان مثلا استغفر ودعا بالخير لمن أساء لهم، لكنه لا يستطيع أن يواجههم بالكلام خوفا من مزيد من الخلافات والخصومات، هل يمكن أن يجزئ؟ أخذ أهون الشرين، قاعدة انتهيها قبل قليل. نعم. نعم. أهون الشرين، حياتنا الآن ليس بين خير وشر. نعم. بين شرين، والبطولة أن تختار أهونهما. نعم. وأذكر بما ذكرت فضيلتك، الأصل على المسلم أن يجنب نفسه الوقوع بكل أثام اللسان وحقوق العباد من البداية. نعم. فلا يذكرهم بهذا السوء. كلام مهم وكلام جميل شيخنا الكريم في هذا الموضوع. طيب سيدنا، بالنسبة للحقوق المادية مثلا الأموال والرواتب وما شابه، هل تسقط بمجرد أدائها شيخنا، ولا إذا الإنسان أخرها مثلا على الأشخاص الآخرين أصبح الخلل بأمرين؟ سقط حق العباد وبقي حق رب العباد. وما هو دكتور؟ حق، عفوا. نعم. أنت أخطأت مع إنسان وسامحك، بس أنت لما أخطأت مع الإنسان تجاهلت ربك الذي نهاك عن ذلك. نعم. فأنت أخطأت بحق الإله، الأغلب أنه الله بيسامح. نعم. لكن لو فرضنا جعل عادي أنا بغلط وبعتذر، لا. نعم. دائما إذا واحد نوى عمل بالمستقبل تأملا بمغفرة الله، هذا أكبر ذنب. نعم. أكبر ذنب هذا. نعم. أنا أستغفر عما مضى، ما أفعل شيء أعلمه خطأ وسوف أفعله وأشفي غليلي ثم أستغفر، هذا ضحك على الشرع، وهذا له عقاب كبير جدا، هذا اسمه استهزاء بالشرع والعياذ بالله. الله يفتح عليكم شيخنا. المغفرة لما مضى لا لما سيكون ويمضي بعد ذلك. الله يفتح لكم شيخنا. طيب شيخنا الكريم، الذين يماطلون عمدا بأداء الحقوق، مثل إنسان عليه دين وهو يقدر ماليا لكنه يتعمد المماطلة، شركة تتعمد المماطلة بدفع رواتب موظفيها، هل هذا الزمن المماطلة وإن أداه بعد حين يؤاخذ عليه؟ أولا الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم. هلأ مطل الغني ظلم، حديث واضح جامع قاطع. نعم. مطل الغني ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، يعني من الكبائر.
يعني إذا أنا كان عندي القدرة وتعمدت أن أؤخر الرواتب، سداد الدين، قسط لمكان معين، وأنا أمتلك القدرة، هنا أنا مؤاخذ للمماطلة المتعمدة، فهو آثم. ظلم شديد. طيب. والظلم ظلمات يوم القيامة. طيب، من ماطل شيخنا لكن ليس عن رغبة، يعني لم يكن يمتلك القدرة، كان موعد أداء دينه واحد الشهر، لم يستطع إلا بعد 20 يوما. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، قرآن. نعم. ارحمه. نعم. معسر، انتظره. نعم. الله يفتح عليكم. طيب شيخنا الحبيب، أحيانا بعض الناس يتستر بسيف الحياء، يحرج صاحب الحقوق، يعني مثلا لي على شخص من مبلغ من المال، فيقول لي أنت زلمي كويس وأنت عارف الظروف، يعني يحرجه ليس بطيب خاطر، هل هذا مستساغ ومقبول بشرعنا؟ أنا أقدم لك قواعد. نعم. أخذ الأشياء بالحياء حرام. نعم. أخذ الأشياء بالحياء حرام. نعم. استغل قيمة أخلاقية، الحياء من الإيمان. نعم. الحياء يرفع قيمة المؤمن، استغل هذا الخلق الراقي فجعله نقطة ضعف في شخصية المؤمن. نعم. الله يفتح لك. أما طيب. هو والذين إذا أصابهم ينتصرون، البغي ينتصرون. نعم. هذا بغي صار. نعم. الله يفتح لكم شيخنا. طيب سيدنا، في أداء الحقوق لإنسان قد جاء أمر الله سبحانه وتعالى ومات، كيف نؤديها؟ مثلا بعض الحقوق المادية أو المعنوية. الورثة سيدي، الورثة. نعم. الورثة يملكون أموال المتوفى. نعم. هذا للحقوق المادية دكتور، ماذا عن المعنوية؟ نعم. لو أساء لإنسان بكرامته بسمعته ومات، كيف يؤديها؟ بإعلان رجل المرحوم كان كذا كذا، خلاف ما تكلم. نعم. ممكن. نعم. بالتواصل الاجتماعي. نعم. يعني ما دام القلب ينبض في ألف حل. نعم. فإذا مات على هذه المعصية، قضية كبيرة جدا. نعم. طيب شيخنا الحبيب، هنالك بعض الحقوق القديمة التي أهملها أصحابها في الماضي، اليوم حسن إسلامهم وباتت التوبة عنوانا لهم، ولا يذكرون هذه الحقوق، ماذا يفعلون؟ في حل. أنا ذكر لي أخ مقيم بحلب، هي في الشام، وقبض رشاوى من الناس بأرقام فلكية. نعم. ماذا يفعل؟ اقترحت عليه اقتراح، والاجتهاد يصيب ويخطئ، الدولة مكلفة وملزمة بمساعدة الجمعيات الخيرية، فإذا أنت قدرت الرقم بشكل عادل وقدمته للجمعيات الخيرية، حل هذا مقبول جدا، باعتبار أن هذا المال يصب بخدمة الصالح العام، لأن الدولة مكلفة. نعم. بالقانون أن تمد الجمعيات الخيرية بمساعدات. نعم. فهو ناب عن الدولة وقدم هذه الأموال لجمعيات خيرية بس رسمية، فيها إيصالات وفيها برامج وفيها حساب دقيق، فكأنه دفع لهذه الجمعيات من الدولة ما له عليها. نعم. أو ما لها عليه. نعم. هذا شيخنا باعتبار أنه أكل جزءا من المال العام والرشوة، ماذا عن الحقوق الفردية دكتور؟ يعني إذا أكل لجاره أو لكذا لكنه لا يعرف له طريق اليوم، لا يذكر قيمة المبلغ، يعني استيقظ ضميره متأخرا، يتصدق عنه، والصدقة تسجل لحساب صاحب الحق، أي حل ثاني. نعم. هذا إذا تعذر الوصول لصاحب المال. نعم. 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 الله يفتح عليكم، فكرة طيبة شيخنا الحبيب. طيب شيخنا الكريم، بعض الأشخاص يستهينون بالحقوق الصغيرة، وأضرب لفضيلتك مثال، لو أن إنسانا يسير في مركبته، ارتطم بمركبة مجاورة في الطريق، لكن ضربة بسيطة ليست كبيرة يعني وكسر، هل هنا هو مأمور أن يستسمح صاحب المركبة أو يصلح هذا الخدش البسيط؟ لا لا لا، بيحط له رسالة على البلور، ورقة. نعم. يدخلها ضمن البلور. نعم. أنا رقم هاتفي كذا وأنا مستعد أن أصحح. نعم. وأكثر حالي وجدتها لما أنت عم تقدم اعتذارك ورقم الهاتف بيقولك مسامح. نعم. بيكون جمع بين الحسنيين. نعم. البعض دكتور يقول لك هذه قضايا بسيطة وتصليحها بسيط لا يكلف الكثير، لا داعي للالتفات لها، ما رأي فضيلتكم؟ ولا تسأموا أن تكتبوه صغير أو كبير، أي آية واعظة. نعم. تسحب على كل شيء. نعم. ما في بسيط، الحق حق والباطل باطل. نعم. طيب أعود إلى مسألة جديدة شيخنا في قضية توثيق هذه الحقوق، البعض يخجل خاصة إذا كان هنالك صلة قوية بينه وبين الطرف الآخر في شراكة تجارية، في دين، أن يوثق هذه الحقوق، ما رأي فضيلتكم؟ أي حقوق لا تكتب تزول، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا
أو كبيرا قرآن، نعم، واضح كالشمس للعيان. نعم نعم، الله يفتح عليكم. أنت شوف الموضوع خرق للنظام، خرق للمنهج، صغير أو كبير صار في خرق. نعم نعم. طيب شيخنا الحبيب، اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والنشر الموجود هنالك فئة من الناس يسيئون ويشهرون لآخرين، سواء ذكروهم بالاسم الصريح أو لمحوا، لكن الجميع يفهم عن من يعني يكون هذا التلميح. هل والله سمعت عن رد رادع لهذا؟ يحاسب حسابا عسيرا، ممكن يكتب أو يلمح أو يشير، هناك جهات يمكن أن تحاسبه. نعم، هذا في القانون. لا بد من إصدار قانون حديث بتجريم الذي يشهر الآخرين البراء عن طريق هذه الوسائل. نعم. طيب شيخنا، البعض يعتبرها من باب الفكاهة، مثلا أن معلما أو مذيعا أو مسؤولا ما قد يكون أخطأ بكلمة وقع في الطريق وهو يسير، يتندرون ويضحكون، هل هذا يدخل من باب الإساءة المعنوية لحقوق هؤلاء؟ نعم يدخل، ضحكوا جعل الناس يسخرون منه. نعم. طبعا نعم، يدخل في هذا الباب أيضا دكتور. نعم نعم نعم. طيب نصيحتكم شيخنا في ختام هذه الحلقة، حتى يبقى الإنسان في رقبة نظيفة من خطايا وحقوق العباد، ماذا تنصح المستمعين الكرام في علاقته مع الآخرين؟ يعني إذا كان اغتاب إنسان بجلسة وأذن العشاء، بيقدر يعقد مع الله صلة؟ هذا المقياس، دقيق الحساب مع الله، لمجرد أن تعصيه نشأ حجاب لك بينك وبينه. وأكبر عقاب للمؤمن أن يحجب عن الله، والدليل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم، حتى المؤمن إذا كان ارتكب ذنب حجب عن الله، والعياذ بالله. أما حتى يكون معه خط ساخن مع الله، بيقدر يصلي ويبكي بالصلاة ويناجيه ويدعوه، بيكون مستقيم. ما لم يستقم على أمر الله، الخط الساخن مع الله يقطع. نعم. وأكبر عقاب هذا القطع. نعم. طيب سؤالي لفضيلتكم شيخنا، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أتدرون من المفلس؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي وقد أكل مال هذا وسفك هذا وضرب هذا وشتم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. من لا يؤدي الحقوق في الدنيا، هل تؤدى يوم القيامة من حسناته؟ لا بد من أن تؤخذ من حسناته. يا لطيف. وتطرح في حصيدة الذي اغتبته. أبدا. والحقيقة إن لم تؤدى في الدنيا لابد من أن تؤدى في الآخرة قطعا قطعا. الله يفتح عليكم يا دكتور. في الدنيا أهون. نعم. بيموت عليه دين؟ قال نعم. قال صلوا على صاحبكم. من هذا؟ صحابي. نعم. كان مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وغزى معه غزوات. عليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. الله يفتح لكم يا دكتور. قال له علي دينه، فصلى عليه. سأله ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم: أديت الدين؟ قال نعم. قال الآن ابترد جلده. الله أكبر. حديث صارح صريح وقاطع دقيق جدا. أبدا. نسأل الله أن يعيننا على أداء حقوق العباد. شيخنا نختم حلقتنا بالدعاء، تفضل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك. أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، واجعل هذا البلد آمنا سخيا رخيا، وسائر بلاد المسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. بارك الله بكم فضيلة الإعلام المربي الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي لهذه الكلمات. كانت حلقتنا مستمعينا بعنوانها حقوق العباد، بإمكانكم العودة لها عبر الفيديو الخاص على صفحة حياة FM على الفيسبوك. نلتقي بحوله تعالى الخميس المقبل بذات الموعد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.